اليوم حنحكي عن أورال ميوكوزا أو أورال ميوكوس ممبرين، اللي هو الجزء الأول بيعتمد عليه زي ما حكينا للي حضر الدرس قبل هيك، وهي آخر مرة راح نعيد الدرس. صار غيابات كثير، فآخر مرة بنعيده وبنسجله. بيعتمد عليه أورال ميوكوزا 2 الأسبوع الجاي بالنظري، والمختبرات للأسبوعين اللي جاي كلها عن الميوكوزا بأنواعها. فبنشوف أول شيء اليوم عن أجزائه وعن الهيستولوجي تبع الأورال ميوكوزا. والليكتشر أوتلاين بدنا نحكي عن أجزاء أخذناها بالدرس المقدم. عندنا الميوكوزا بحد ذاتها نفسها فيها جزء إبيثيليال بنسميه الإبيثيليال سيرفيس لير، بعدين عندنا كونكتيف تيشو ممبرين أو سوري بيسمنت ممبرين، بعدين عندنا كونكتيف تيشو اللي هي بنسميناها اللامينا بروبريا، لهون خلصت الميوكوزا. بعدين بنيجي تحتها في عندنا السب ميوكوزا، هنحكي عنهم كلهم واحدة واحدة بالتدريج. التايبس اوف اورال ميكوزا هاي مقدمه للدرس اللي جاي، انه عندنا لايننج ماستيكاتور سبيشلايز، كل واحده شو معناها. بعدين راح نبلش باجزاء الفم واحده واحده، مثلا اللايننج موجوده في الباكر ليبيال الفيولر سوفت بالات، الماستيكاتور موجوده مكانين واضحات. من اسمها ماستيكاتوري معناته هي مكان بتعرض للاحتكاك اثناء الماستيكيشن، اللي هو اكثر شيء عندنا الاتاج جنجيفا والهارد بالات. سبيشلايز معناته بدها تكون فيها سبيشلايز سيلز بتميزها عن اي مكان ثاني، زي ايش؟ زي الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج، ظهر اللسان عندنا في البابيلا وفيها التيست بودز. راح نحكي عن اكثر من مكان، هاي مقدمه للدرس الثاني بس بنحكي عنها كم سلايد. الكونتنت زي ما حكينا نفس الاجزاء، وبما انه بنحكي على الكونتنت بذكركم موضوع البرزنتيشن والكونتنت اليوم لازم تودوها اخر موعد. زي هيك اكتبوا لي كم واحده من الكونتنت، وتغييرات بسيطة بإمكانكم تغيروا بعدين، بس ورجونا إنكم عاملين أوتلاين للبرزنتيشن. شو تعريف الميوكوزا؟ هي moist lining of the oral cavity، هي أي مكان في الأورال كافيتي مغلف سوفت تيشو، بيكون المسل بتكون مغلفة في أورال ميوكوزا. امتدادها بنبلش، إذا بدأنا من برا الأورال كافيتي بتبلش من السكن، نوصل عند الليب عندنا الفيرميليون زون، بعدين بتبلش الميوكوزا لعند الفارنكس اللي هي البلعوم، يعني لحد ما نبلش في الجاسترو انتستينال تراكت. طب هي بما انها واصله بين السكن والجي اي تي، معناته في عوامل مشتركه بتشبه السكن في انه الاورال ميكوزا زي السكن هي ستراتيفايد سكوامس ابيثيليوم. في اختلافات طبعا، بس مبدئيا هي ستراتيفايد سكوامس ابيثيليوم، وبتشبه الجي اي تي برضه في نواحي، مثلا فيها هاي تيرن اوفر، تجددها عالي، وراح نحكي شو معنى التيرن اوفر في الميكوزا بعد شوي. وعندنا كمان مويست زي الجي اي تي، التيرن اوفر في الجي اي تي اعلى طبعا، بس يعني نسبيا تعتبر عاليه. لما نيجي نطلع كمان على اجزاء، او من هون من الرسمه هاي، خلينا نطلع على اجزاء اللي حكينا عنها، هاي الابيثيليوم الطبقه الخارجيه، بعدين هون في البيزل لاير من الابيثيليوم، هاي الخلايا الكبيره، تحتها في بيسمنت ممبرين. بيسمنت ممبرين بعده عندنا اللامينا بروبريا اللي حكينا هي كونكتيف تيشيو بس جزء من الاورال ميوكوزا. بعدها عندنا تحت برضه كونكتيف تيشيو بس بنسميها سب ميوكوزا، وفيها زي ما انتم شايفين الميجر بلاد فيسلز ونيرفز، وفيها كمان بتكون فاتي، فيها فات او فيها بتكون جلاندولار، فيها سليفري جلاندز ماينر سليفري جلاندز او الجهتين. بعدها طبعا دخلنا من الميوكوزا على السب ميوكوزا، بعدين عندنا لازم يكون في يا بون يا مصل، فهم بده يكون البريستيوم تبع البون، بعدين ندخل على البون. والبون طبعا درسناه تفاصيله في الدرس الماضي. عندنا حالات هون سميناها اورال ميكوزا بطبقاتها، الابيثيليوم بعدين لامينا بروبريا بعدين سب ميكوزا، وهم مثلا مليان فات تيشوز، بعدين عندنا البون. في حالات زي الاماكن برضه اللي بتتعرض لضغط كبير في الماستيكيشن اللي سميناها الماستيكاتوري ميكوزا، اللي هي على الاغلب بتكون كيراتينايز، وراح نحكي عنها بعد شوي شو يعني كيراتينايز. هاي مرات بتكون اماكن محدده برضه بالدرس الثاني راح نحكي عنها، عشان هيك بحكي لكم هذا الدرس بيعتمد عليه الدرس الثاني كثير. عندنا بعد الابيثيليوم بيسمنت ميمبرين لامينا بروبريا اللي هي الكونكتيف تيشو، بعدها على طول اجى عندنا البون، فصار اسمه اورال ميوكو بيريوستيوم. شو الميسنج عندنا هون؟ السب ميوكوزا، ما عندنا سب ميوكوزا، فبتكون هاي الابيثيليوم او الاورال ميوكوزا فيرم، ما في مجال تتحرك، لانه ما في تحت السب ميوكوزا اللي بيكون فيها الفات اللي بيعطينا شوي مجال للحركة في الميوكوزا. شوفوا الفرق بين، حسوا بلسانكم الفرق بين الهارد بالات وبين التشيك او الفلور اوف ذا ماوث، كيف بيكون الميوكوزا مختلفة، وكل واحد بتكون لايننج وواحد ماستيكاتر، وجايين نحكي عنهم بالتدريج. هذا الملخص للدرس اللي بدنا نحكيه اليوم،
هذا الاوتلاين تبعه، اورال ميكوزا ابيثيليوم، ننقسمه لنوعين، كيراتينايز ونان كيراتينايز، بعد شوي بنحكي شو يعني. بينهم بيسمنت ممبرين، له جزئين بسيطين جدا رح نحكي عنهم. بعدين الكونكتيف تيشيو، جزء منها تحت جزء من الميكوزا اعتبرناه لامينا بروبريا، بعدين السب ميكوزا من اسمها تحت الميكوزا. وبعدين الكيراتينايز والنان كيراتينايز اخذتوا عنهم شوي يمكن بالهيستولوجي، رح نحكي بالتفصيل عنهم شو معناهم، شو شكل الخلايا بيختلف عن بعض، شو الفوارق بينهم. والكيراتينايز برضه رح نقسمها لاورثو كيراتينايز وبارا كيراتينايز. موضوع بسيط بس نمشي بالتدريج. كانت سلايدات ممكن بتخربط لو قرأتوها لحالكم، عشان هيك حبيت أشرح الدرس، وضفت للي مش بس يعني ما حضر معي ولا محاضرة، ضفت كم معلومة على السلايدات، خليها اللي بدرس برضه سلايدات لحاله يعرف الأوتلاين. تصنيف الميوكوزا حسب الفانكشن، نسميها ماستيكاتوري أو لايننج أو سبيشاليزد. حكيناهم ماستيكاتوري طبعا أغلب الأورال كافيتي، أو لايننج ميوكوزا اللي هي موجودة في التشيك، تحت اللسان، فلور أوف ذا ماوث، تحت الاتاج جنجيفا بتغطي البون برضو موجوده، فاكثر من مكان في السوفت باليت ورا بتكون موجوده لايننج ميكوزا. اغلب الاورال كافيتي لايننج ميكوزا، وحنحكي عن مواصفاتها، وهي على الاغلب بتكون نان كيراتينايز اذا صنفناها من ناحيه الكيراتينايزيشن. بعدين عندنا الماستيكاتري، الجنجيفا والهارد باليت، الاماكن اللي بتتعرض لضغط، وسبيشلايز حكينا اكثر من مكان ابرزها ظهر اللسان. بنقسم الخلايا لكيراتينوسايتس ونان كيراتينوسايتس. اللي على اليسار الكيراتينوسايتس، شو يعني كيراتينوسايتس؟ خلايا فيها اورجانيلز عندها القدرة على افراز الكيراتين، وبعد شوي حنحكي شو يعني كيراتين. او خلينا نحكي كبداية، كيراتين هو نوع من البروتينات، الخلايا اللي بتفرز هذا النوع من البروتينات راح نحكي عن مواصفاته بعد شوي، بنسميها كيراتينوسايتس. طب كيف كيراتينوسايتس؟ بنقسمها لكيراتينايز ونان كيراتينايز. الكيراتينايز منطقي، نان كيراتينايز كيف يعني؟ طب ما هي كيراتينوسايتس وفيها قدرة على إفراز الكيراتين، ليش عندنا نان كيراتينايز؟ هاي الأماكن النان كيراتينايز ميوكوزا بتكون ما تعرضت لضغط كبير، يعني الكيراتينايز والنان كيراتينايز عندهم أورجانيلز عندهم القدرة على إفراز الكيراتين، عشان هيك سميناهم كيراتينوسايتس. خلصنا هاي. الكيراتينايز بتعرض لضغط فبيفرز الكيراتين عشان يحمي حاله من الفريكشن، زي الهارد باليت والأتشاج جنجيفا. النان كيراتينايز لا مش مضغوطة، عندها القدرة بس ما في داعي تفرز الطبقة الكيراتينايز، بيكون فيها شوية بروتينات الكيراتين، فيها تونو فيلمنتس حنحكي عنها بعد شوي، بس مش بكثافة الكيراتينايز، وما بتكون على شكل باندلز، بتكون ديسبيرس، فما بعطينا الطبقة الخارجية اللي هي بتميز الكيراتينايز عن النان كيراتينايز. فملخص اللي حكيته، كيراتينوسايت خلايا فيها اورجانيلز تعطينا كيراتين، الكيراتينايز مضغوطة أعطتنا طبقة كيراتينايز على السطح، النان كيراتينايز ما أعطتنا هاي الطبقة الخارجية اللي على السطح. جايين هو بالترتيب، الأورثو والباراكيراتينايز، خلينا نحكي الاورثو كيراتينايز بتكون كيراتينايز اكثر من البارا كيراتينايز. شو يعني كيراتينايز؟ جايين لها بعد شوي. النان كيراتينوسايز هاي سهله، اربع انواع خلايا هنحكي عنها موجوده، خلايا هاي موزعه بين خلايا الابيثيليوم اللي سميناها كيراتينايز او نان كيراتينايز، بتكون هاي الخلايا ما عندها القدره حتى لو تحت اي ضغط انها تفرز الكيراتين. اغلب الخلايا سامعين فيها، مثلا عندنا ميلانوسايتس تعطينا الميلانين، رح نحكي عن وظائفها. في عندنا اللانجرهانس سيلز لها دور في المناعة، بتلعب دور انتيجين بريزنتينج سيلز، حكينا شو يعني هالجملة. بعدين عندنا الميركل سيلز، حطوها بالنيورولوجي، لها دخل بالإحساس، كانت بتشتغل كسنسوري ريسبتور. وعندنا آخر واحد الليمفوسايت، ما عاد في داعي نحكي عليها، بتلعب دور في المناعة. غير هالأربع خلايا كل الأورال ميكوزا بده يكون عندنا يا كيراتينايز يا أو نان كيراتينايز، يعني كيراتينوسايتس. طولت في المقدمة عشان نرتاح في الحكي بعدين. حسب اللوكيشن هاي جايين لها، بدنا ندرسهم بالتفصيل الدرس الجاي. هاي امثله يعني، باكا لينجوال، باليتال، ليبيال، الفيلر، برضه في تقسيمات شوي تفرعات اوسع من هاي، بس راح ندرس عن كل واحدة، وين في عندنا كيراتين وين ما في كيراتين، واحدة وين عندنا صاب ميوكوزا او ما في صاب ميوكوزا، عشان هيك كل الدرس الجاي بيعتمد على درس اليوم. وظائف الميوكوزا بشكل عام، احنا بدنا نتخيلها بالاورال كافيتي. لما نحكي ديفنس معناته هي بارير، في عندنا كلمه ديفنس، في عندنا كمان وظيفه ثانيه سميناها بروتكشن. شو الفرق بينهم؟ ديفنس بارير ضد المايكرو اورجانيزمز قصدنا فيها، فهي امبيرميبل للبكتيريال توكسينز، تمنع البكتيريا ومنتجاتها. هاي خلصنا الديفنس عن الوصول للطبقات اللي تحتها. بعدين عندنا بروتكشن، هون كاتبين هون قصدنا فيها ضد الميكانيكال ابريسيف فورسز خاصه اثناء الماستيكيشن. فعندنا ماستيكيتوري فورسز، الفوت راح يحتك في الاورال ميكوزا والطبقات اللي تحتها مثلا، فلازم يكون فيها مواصفات معينه انها تحمينا، تحمي الديبر تيشوز من الابريسيف نيتشر للفود.
هاي خلصنا البروتكشن والديفنس. بعدين عندنا سيكريشن اورال كافيتي، شو بده يكون عندنا سيكريشن؟ اكيد سلايفا. فعندنا الماينر سليفري جلاندز، هذا في الجوال الميوكوزا، طبعا الميجر ما راح نحكي عنهم لانه مفصولين عن الميوكوزا. فاحنا بنحكي بتلعب دور في اللوبريكيشن والسيكريشن. طب وظيفه السلايفا مش بس لوبريكيشن، مش بس انها بترطب الاورال كافيتي، عندها بتلعب دور في الماستيكيشن، في سبيتش، في سوالوينج، في التيست. يعني عندنا تيست بادز وبابيلا، بس بدون سلايفا ما بيكون عندنا احساس، وهي راح تدرسوها بالتفصيل بعدين، ما بتحسوا بالطعم. جينا للوظيفه الرابعه سنسيشن، كاي تشيو بتحس في الحراره، بتحس في البين. بعدين في اشياء خاصه مثلا بالسوفت باليت، اذا شغله لمسه السوفت باليت ممكن يصير عندنا جاج ريفلكس، وبتلعب دور برضه الاحساس انه متى تعمل ساليفيشن او لا، وسولوينج والريفلكسز. فعندنا سنسيشنز بانواعها من وظائف الاورال ميكوزا. بعدين بتلعب دور الوظيفه الخامسه بيرميابيليتي اند ابزوربشن. انتوا اغلبكم بعرف عندنا منطقه بالاورال كافيتي بتكون بيرميابل جدا، حتى باخذ الادويه فيها مثلا وين؟ تحت اللسان، الفلور اوف ذا ماوث، بتكون في كثير بلاد فيسلز وكابيلرز، والاورال ميكوزا ثين جدا، فالابيثيليوم ثنس تبعت الابيثيليوم هون بالذات بتسمح في الابزوربشن والبيرميابيليتي في هاي المنطقه. في وظيفه سادسه ما بتهمنا كثير لانها مش موجوده بالبشر، ثيرمال ريجوليشن. عندنا في البشر ثيرمال ريجوليشن عن طريق السويتنج، عن طريق السكن. في الكلاب بتشوفوها دائما بتلهث، فبصير الثيرمال ريجوليشن عن طريق الاورال ميكوزا اللي بالاورال كافيتي، عشان هيك الكلب دائما الكلاب بتكون بتلهث. الوظائف مره ثانيه عندنا ديفنس وبروتكشن، سيكريشن، سنسيشن، وبيرميابيليتي. في عدد بتحبوا تحفظوا عن طريق الاحرف، تحطوا شغلات تساعدكم، اول واحد دي بعدين اس اس بي بي، بس تعرفوا الكلمات والوظائف منطقية. ما بطلب منكم طبعا حفظ، افهموها فهم، كلمة كلمتين عن كل واحدة بتكفي. بعدين كمان مرة هاي أجزاء الأورال ميكوزا رسمة ثانية. بلشنا بالإبيثيليال لاير وهو ستراتيفايد سكويمس، هاي طبقاته أجزاء منه متداخلة. هاي الأجزاء المتداخلة لازم تعرفوا اسمها، موجودة بالمختبر، مميزة جدا في الكيراتينايز، خاصة في الكيراتينايز ابيثيليوم. ففي الكيراتينايز ابيثيليوم راح نشوف هاي البروزات من الابيثيليوم داخله وين؟ تحتها اللامينا بروبريا اللي هي الكونكتيف تيشيو اللي هو بيكمل الاورال ميكوزا. هاي إلها اكثر من اسم، اي واحد منهم بكفي. ابيثيليال ريجز، ريتي ريجز او ريتي بيكس، هاي هي امتدادات الابيثيليوم جوا الاورال، جوا الكونكتيف تيشيو اللي تحتها. بعدين بيسمنت ميمبرين، بعدين عندنا كونكتيف تيشيو. طب امتدادات الكونكتيف تيشيو اللي جوا الابيثيليوم اللي هي عكس الريتي ريجز، اسمها بابيلا، زي ما بنعرف في بابيلا بين الاسنان نفس الشكل متموج، فعندنا بنسميها كونكتيف تيشيو بابيلا. فصار عندنا ريتي ريجز في الابيثيليوم، كونكتيف تيشيو بابيلا من اللامينا بروبريا، وتحت بتكمل هذا جزء من اللامينا بروبريا وبينزل تحت. وشوف كيف الفايبرز هاي راح نحكي عنها بعدين، شوف اللامينا بروبريا ممتده من هون لهون، جزء منها داخل بين الريتي ريجز، شوف الفايبرز كيف لوس وديسبيرس وثين. بعدها في جزء دنس بتكون الفايبرز افقيه شبكي، راح نسميه ريتيكولر، بعد شوي راح نحكي عنه اجزاء اللامينا بروبريا. بعدين دخلنا على السب ميكوزا زي ما حكينا، ماينر سليفري جلاندز وفات تيشو، وطبعا راح يكون فيهم الكونكتيف تيشوز، فيهم مكونات الكونكتيف تيشوز كلهم اللي اخذناهم قبل هيك. صرنا ساعه نحكي كيراتينايز ونان كيراتينايز. كمقدمه هذا المفروض مارر عليكم، بس حبيت احط تذكير. كيراتين بروديوس من الابيثيليال سيلز اللي بصير لها ديفرنشيشن، بتعطي كيراتين بصير اسمها كيراتينوسايتس. هو بروتين تاف ووتر ريزيستر، بقاوم الباثوجينيك انفيجن والفريكشن، هذول الشغلتين اللي حكيناهم الديفنس والبروتكشن. في السكن كمثال كل السكن كيراتينايز بتعرض لاحتكاك، فلازم يكون الجسم حامي حاله ضد الفريكشن. والاورال ميكوزا لا، حسب المكان المضغوط بيكون كيراتينايز، بس موستلي بتكون نان كيراتينايز. هاي كمثال بالصور، شوفوا الطبقه الخارجيه اللي هي سمينا التشيو كلها عشانها كيراتينايز، شوفوا كيف خلايا ميته على السطح ما فيها انويه بس كلها كيراتين. هون النان كيراتينايز ما اضطرت المنطقه هاي تعمل الطبقه هاي، فبتضل الخلايا السطحيه فيها انويه، وما عندنا الكيراتينايز لاير الموجوده بالكيراتينايز ابيثيليوم. نيجي على السيتوكيراتين، هو المفرز الكيراتين اللي تم افرازه في الابيثيليال تيشوز، بعطينا السيتوسكيلتون تبع هاي التيشوز. انا بالنسبه لي حكيت لي بالماده هاي كيراتين او سايتوكيراتين ما بتفرق حاليا.
بيلعب دور في السيتوسكيلتون في هيكل الخلية، وبيلعب دور في شغلة مهمة في تكون الديسموزومز والهيميديسموزومز. هذول مروا علينا لما كنا نحكي على الجنكشنز اللي بين الخلايا زي الأودونتوبلاس، كان عندنا جاب جنكشن، تايد جنكشن، وديسموزوم. الهيميديسموزوم راح أحكي عنه بعد شوي. فصرنا رابطين الكيراتين بالديسموزومز. بعدين عندنا وظائف ثانية هاي ما بتهمني كثير، ميتابوليك انتجريتي انرفيشن، أمثلة أخرى، بس أنا بهمني حاليا السيتوسكيلتون والديسموزومز. characterizes certain types of epithelium اللي هو بنحكي عنه في درسنا. طب خلصنا الكيراتين، من هالسلايدين هون عرفنا الكيراتين وإنه بيقاوم الاحتكاك والبكتيريا. نيجي على الكيراتين. الكيراتين بيكون لنا intermediate filaments اللي هي بتلعب دور في تكون الديسموزوم وفي السيتوسكيلتون تبع الخلية. فاحنا بنطلع على هاي الفيلامنتس بنسميها اللي هي كيراتين انترميديت فيلامنتس، بنسميها تونو فيلامنتس. هاي احفظوها مهمة كثير لان هي من اكبر المميزات بين الكيراتيناز والنون كيراتيناز. فصار عندنا بدنا نربط كيراتين بالتونو فيلامنتس بالديسموزوم. الديسموزوم هو الميكانيكال هاي بين الخليتين، بيسوي لنا ميكانيكال يونيون زي ما كنا نحكي عن الاودونتوبلاس، بالميكانيكال يونيون بين الخلايا المتجاورة. فصار عندنا ديسموزوم. الكيراتين انترميديت فيلامنتس اللي سميناها تونو فيلامنتس تلعب دور في تكوين جزء من الديسموزوم. يعني هذا الديسموزوم في جزء صفيحة هون مثلا بنسميها بليك أو قرص، وفي جزء بين الخلايا، وفي جزء هاي الفيلامنتس. احنا الفيلامنتس هاي اللي بتهمنا انه تونو فيلامنتس تلعب دور في تكوين الديسموزوم وربط الخلايا مع بعض. معناته بعد شوي لما نحكي أو خليها لما نيجي نحكي عنها. فالديسموزومز بين الخلايا هون موجود جزئين، واحد في الخلية اليمين واحد في الخلية اليسار. طب لما يكون في عندنا طبقات في الإبيثيليوم، وفي طبقة بده يكون تحت بيسمنت ممبرين الطبقة الأخيرة ديبست لاير، معناته بده يكون جزء مرتبط بخلية والجزء الثاني مرتبط في الممبرين. فبنسميه هيميديسموزوم زي ما شايفين فرق في تركيبه، نص ديسموزوم يعني هاف ديسموزوم، فبنسميه هيميديسموزوم. ديسموزومز بين تو سيلز، هيميديسموزوم بين الابيثيليال سيلز او البيسال لاير مع البيسمنت ممبرين اللي تحتها. بعدين نيجي نحكي عن الكيراتينايزيشن. شو قصدنا صرنا ساعه بنحكي كيراتينايزيشن وبتميز الكيراتينايزد ابيثيليوم؟ عندنا راح نحكي في طبقات للابيثيليوم. الديبست لاير اللي بتكون جنب البيسمنت ممبرين بتكون ليست ديفرنشيتد او ليست ماتشور، شوي شوي بتصير فيها ماتشوريشن وتغيرات سيتوبلازميه، فبصير فيها الكيراتينوسايت تصير تتغير، وبصير لحد ما تعطينا الطبقة الخارجية اللي بتكون فولي كيراتينايز أو ممكن بارشلي، بس راح نحكي عنها أورثو أو بارا كيراتينايز. فلما يتكون عندنا التونو فيلامنت اللي أصلها كيراتين وتوصل لحد الطبقة الأخيرة السطحية اللي ما فيها غير تونو فيلامنت وما فيها أنوية ولا أورجانيلز، يعني ماتت بس ظلت كيراتين، تصير عندنا عملية كيراتينايزيشن. كانت خلايا عادية ظلت تتحول لحد ما صارت كيراتينايز. هذا السلايد ما بيهمني منه غير إنه بدي أميز لكم كيراتينوسايتس. أغلب الأورال كافيتي الأورال ميكوزا كيراتينوسايتس اللي هو الكيراتينايز نون كيراتينايز. في عندنا نون كيراتينوسايتس 10%. هاي الأشياء المكتوبة مش مهمة هون لأنها مكتوبة بعدين. فهذا السلايد بس أعرفه منه كيراتينوسايتس نون كيراتينوسايتس. وبنبدا في الكيراتينوسايتس اجزائها، حكينا كيراتينايز في الاماكن المضغوطه، نان كيراتينايز في الاماكن اللي مش مضغوطه. هاي طبقاتها في لها اسامي انجليزيه عاديه او لاتينيه، فهاي مثلا بنسميها ستراتوم بيزل او بيزل لاير، ستراتوم سباينوزم بسموها مثلا بريكل سيل لاير اللي هي بتكون على شكل اشواك، ستراتم جرانيولوزم جرانيولار لاير يعني فيها جرانيولز معناته من اساميهم، سباينوزم فيها سباينز فيها زي الاشواك، جرانيولوزم فيها جرانيولز، بيزل معناته الطبقه اللي تحت مش السطحيه، معناته احنا طالعين من تحت لفوق باتجاه السيرفس. السيرفس عندنا ستراتم كورنيوم، كورنيوم قصدنا فيها ان الكيراتينايز لاير بتكون الخلايا عندها القدره على الشيدنج وانها تتساقط. نيجي للنون كيراتينايز، مرات بقسموه لاربع اجزاء ومرات بقسموه لثلاث، الاختلاف في الطبقة الثانية. الطبقة الأولى البيزل عند البيسمنت ممبرين تشبه اللي في الكيراتينايز، الطبقة السطحية مكانها زي طبقة أربعة هون، طبقة اثنين هون في النان كيراتينايز هي اللي بتوازي الطبقة الثانية والثالثة في الكيراتينايز. راح نيجي نحكي عنهم واحد واحد. قبل ما نبدأ هاي مثلا الجمل ما كانت في السلايدات اللي نزلتها بالأول، رجعت نزلت سلايدات على المودل عشان هاي الكلمات بتساعدكم بفهم الدرس بعدين.
شوفوا على اليمين كيراتيناز اللي حكينا بيميزها الطبقة هاي الخارجية اللي هي الطبقة رقم 4 اسمها كورنيوم ستراتوم كورنيوم، والطبقة اللي تحتها فيها جرانيولز برضو مش موجودة غير في الكيراتيناز. شوفوا الفرق هون عندنا 1 2 3 4. الكيراتيناز عندنا طبقة سطحية لسه فيها أنوية، الخلايا موجودة صارت سكوامس مضغوطة فلات، بس مش زي هاي الخلايا اللي في الكيراتيناز فولي كيراتيناز، لا فيها شوية شغلات بتشبه الكيراتيناز بس ما صارت كيراتيناز، فما عندنا الطبقة الخارجية اللي هي الكيراتيناز. هاي أول شغلة راح تميزوها بالسلايدات العملية، هاي الخلايا شوفوا كيف على وشك تتساقط، بيكون الديسموزومز صارت ويك بينها فممكن تتساقط تحمل الكيراتيناز تيشو. هاي الخلايا النون كيراتيناز بتكون مور فليكسبل. طب نيجي نتطلع على الثيكنس، الفرق الأول عندنا كيراتيناز لاير في الأخير هو النون كيراتيناز. الفرق الثاني الثيكنس، بما انه هاي الخلايا السطحيه اللي في الكيراتيناز فقدت انويتها معناته صارت ثن، معناته النان كيراتينايز ثيكر ذان الكيراتيناز. ممكن انتم يتهيأ لكم لا الكيراتيناز بدها تحمل انسجه فلازم تكون ثيك، بتحميها مش بالثيكنس تبعها بمحتوياتها. فعندنا الكيراتيناز لس بتكون ثينر من النان كيراتيناز اضعف. بعدين نتطلع على اللي حكينا عنهم قبل شوي، هاي امتدادات الابيثيليوم اللي جوا الكونكتيف تيشو اللي سميناها ريتي ريجز، هاي بتكون اكثر مور فريكونت وديبر في الكيراتينايز، لانه كيف الكيراتينايز عليه ضغط كبير فلازم يكون متغلغل جوا الكونكتيف تيشو اللي تحته عشان يصير عندنا تماسك. فدائما ارجعوا للوظائف وللفانكشن، زي ما كنا نحكي مثلا السيمنتم او البريدونتيوم، الاماكن اللي بتتعرض لضغط فيها معناته ريموديلنج اكثر، بيكون الثيكنس للبي دي ال اكثر، بيكون الثيكنس للسيمنتم اكثر، كله له دخل بالفانكشن يعني كومون سنس. فعندنا الكيراتينايز تتعرض للضغط معناته بدها تكون كيراتينايز على السطح، معناته في تداخل مع اللي تحتها، معناته ايش تداخل صار عندنا ديبر ريتي ريجز، والثيكنس بتكون ثينر. هاي ثلاث اختلافات رئيسيه واحنا لسه مش داخلين بالطبقات. الطبقات اسهل، حكينا جزء يعني حكيها سهل، حكينا جزء من معلومات اصلا اوريدي. ف هذا الحكي اللي حكيته، هاي برضه جملة ضفتها على السلايدات ما كانت موجودة للي نزلوا سلايدات من زمان. الكيراتينايز اورال ابيثيليوم بيميزوا ان عندنا سوبرفيشال لاير اوف سيلز اللي هي بتكون كيراتينايز لاير، هاي هي اللي بتميزها، وحكينا ان سكوام السيلز وهاي الخلايا بتكون ميتة. مواصفات الكيراتينايز ابيثيليوم بشكل عام بطبقاته كلها، اول شيء هو بده يكون جاي من نيورال كريست او البون مارو، في مايتوتيك اكتيفيتي عنده القدره على التكاثر، مش حكينا الخلايا السطحيه بده يصير لها شيدنج تتساقط، معناته من خلايا من تحت تيجي تعوضها، فبتبلش الموجه من تحت، الخلايا اللي عندها القدره على الانقسام بس الخلايا اللي عند البيسمنت ممبرين جايين لها بعد شوي. وانتم شايفين حكينا في 4 طبقات، معناته في لايرز فيها تونو فيلمنتس، احنا حكينا نربط الكيراتين بالتونو فيلمنتس بالديسموزومز، فيها التونو فيلمنتس بس بتكون ميزتها بالكيراتينايز ابيثيليوم على شكل باندلز متجمعه جوا شغله راح نحكيها بعدين، او ساعد في تكوينها شغله جرانيولز سميناها الكيرات او راح نسميها الكيرات وهاي لاين جرانيولز. ماتوريشن يعني الطبقات كل ما تطلع لفوق بتصير فيها ماتوريشن سبيشاليزيشن. ديسكويميشن يعني الشيدنج يعني التساقط في الطبقه الخارجيه، وممكن نصبغ الاورال كيراتينايز ابيثيليوم في المختبر في الاتش اند اي ستينز الهيماتوكسيلين واليوزين ستينز. هاي الطبقات كمان مرة بنطلع على شكلها نظرة أولية ستراتوم بيزا، وهي أساميها الإنجليزية جنبها بس اللاتيني هو المستخدم أكثر. سباينوزم فيها سباينز جرانيولوزم وكورنيوم، هاي بنطلع من تحت لفوق، هاي السهم شوفوا بزيد الماتوريشن، والماتوريشن معناته سبيشاليزيشن وفقد الأورجانيلز، تقريبا كل ما طلعنا لفوق بتقل الأورجانيلز، النواة بتبلش تتحلل، والتونو فيلامنتس اللي الكيراتين بيزيد في الكيراتينايز. عندنا ممكن نحكي استثناء انه مش انه الاورجانيلز قلت من 1 لـ 2، خلينا نحكي من 2 لـ 3 طالع بتزيد، لانه الاورجانيلز والبروتين سينثيسيس في الطبقه 2 اكثر شيء، بعدين في 3 بقل، في 4 بتختفي الاورجانيلز وبضل عندنا الكيراتين اللي تكون على شكل تونو فيلامنتس. فالترتيب زي ما حكينا من تحت لفوق 1 2 3 4. فهي اسمها البيزل لاير، شوفوا كيف خلايا فيها شغلات بتذكرنا بالاودونتوبلاست، كيف شكلها كيوبويدال او كولومنر، في بينها جانكشنز ديسموزومز مربوطه في هيمي ديسموزومز في الممبرين اللي تحتها. بعدين هاي الخلايا اللي هي الوحيده بتعطينا هي بروجينيتك سيلز، تعطينا خلايا اخرى، الخلايا الوحيده اللي عندها قدره على انقسام خلايا الطبقه الاولى. بعدين بتصير نفس الخلايا بتطلع لفوق
يعني انقسمت لنفرض خليتين، واحدة ظلت متكون في البيسمنت في البيزل لاير، والثانية صار لها شوية تغير وراحت على الطبقة الثانية، بعدين من الطبقة الثالثة بتتغير وتطلع لفوق لحد ما توصل للطبقة الأخيرة ويصير لها شيدنج. شو معنى هالحكي؟ معناته صار عندنا البروجينيتور بوبيوليشن أو سيلز بس موجود في البيزل لاير التحتية، الطبقات اللي فوق ما عندها القدرة على الانقسام ولا التكاثر، فكل التكاثر بصير في الطبقة السفلية. معناته شو بصير بالطبقات اللي فوق؟ بصير ماتشوريشن. يعني باختصار الطبقة الخلية اللي فوق اللي صار لها شيدنج كانت قبل هيك في الطبقة الثالثة، وكانت قبل هيك في الطبقة الثانية، وكانت أصلها من الطبقة الأولى اللي سميناها البيزل لاير. نيجي نطلع شو معنى تيرن اوفر. التيرن اوفر هي كاتب لكم اياها هون بس عشان تعرفوا شو معنى التيرن اوفر في الميوكوزا، هو المدة اللي استغرقتها الخلايا في الديبست لاير اللي هي البيزل لاير من حد ما انقسمت لحد ما صار لها عبرت خلال الابيثيليوم كله صار لها شيدنج. فمد دورة حياة الخلية جوا الابيثيليوم مثلا بنسميها قدرة النسيج على التيرن اوفر او الدوران او التجدد. في السكن عندنا مثلا عبين ما يصير التيرن اوفر بدها 50 ل 70 يوم، بالانتستين 5 ل 15، الجنجيفا والتشيك تختلفوا عن بعض، فمش كل الاورال ميوكوزا فيها نفس سرعة التيرن اوفر، بس نسبيا تعتبر فيها تيرن اوفر سريع بس مش بسرعة الانتستين. هاي حكينا البيزل لاير، شوفوا كيف موجودة following the single cells موجودة على البيسمنت ميمبرين، بعدين عندنا الطبقة الثانية الطبقة الثالثة والرابعة بتطلع من تحت لفوق. هاي بس حبيت أورجيكم كيف بصير عندنا انقسام، بعدين ماتشوريشن، بعدين موفينج اب لحد ما تصير ديد سيلز وبتصير لها شيدنج. وهاي الديسموزومز اللي رابطة بين الخلايا، وهاي عندنا باندلز من السيتوكيراتين، باندلز اللي هي سميناها تونو فيلامنتس، كيف تتجمع بتتكتل لحد ما يضلش غيرها بالخلايا. بعرف بزيد بعيد وبزيد كثير في السلايدات بس عشان ما يصير خربطة بعدين وانتم بتدرسوا. سلايدات كثيرة بس محتواها مكرر، وحتى انا بكرر حالي كثير بالشرح. فشوف الطبقة هاي، حكينا عن اغلب المعلومات، هي سنجل سيل لاير اسمها ستراتم بيزل او بيزل لاير، وهي بتكون كيوبويدر او كولومنر، فيها تايت جانكشنز ديسموزومز، بهمنا الديسموزومز. هي سنجل لاير مبدئيا في التين ابيثيليوم، بس مرات زي اماكن في التشيك بتكون شوي ثيك، ممكن تكون من 2 ل 3 لايرز، فبعطوها ستراتم اسم ثاني يعني ستراتم جيرميناتيفا، وهي موجود بالتشيك. ممكن تكون 2 ل 3 طبقات بس على الاغلب بتكون طبقه واحده، هي الليست ديفرنشيتد لانها هي مسؤوله عن الانقسام، بعدين ببلش التخصص والديفرنشيشن. عندها وظيفتين رئيسيات، حكينا الوظيفه الاولى اكثر من مره، مايتوسس، بتنقسم بتعوض الخلايا اللي بتطلع فوق وبصير لها شيدنج. هاي اول وظيفه. الوظيفه الثانيه بدها تعطينا بروتينات. طب شو البروتينات؟ حكينا كيراتين وتونو فيلامنتس، فهون ما في معلومه جديده، واحد واثنين والشرح اللي تحت حكيناه. الطبقه الاولى بيسل لاير فيها اورجانيلز بتعطينا بروتين، البروتين بيعطينا التونو فيلامنتس. هاي التونو فيلامنتس ممكن تكون موجوده في النان كيراتينايز، احنا حاليا بنحكي على الطبقه الاولى في الكيراتينايز، برضه ممكن تكون في النان كيراتينايز، بس بميزها في النان كيراتينايز اللي ركزوا عليها انها بتكون ديسبيرس، اما في الكيراتيناز على شكل باندل وموجوده بكثافه كبيره. وهي نفس الطبقه الاولى حكينا ستيم سيلز او بروجينيتور سيلز لانها بتعطينا كيراتينوسايز تبعت الطبقات الثانيه. الميتوسيس كمان مره كونفايند ان ذس لير، معناته وظيفتها تعطينا خلايا وتعطينا بروتينات. الطبقه الثانيه هي الثيكست لير، اكثر طبقه سميكه فيهم الاربعه، فيها الخلايا بتكون شكلها بوليهيدرال او بوليجونال، وفيها ديسموزومز، وفي سبيسز بين الخلايا. هاي اكثر منطقه فيها سبيسز بين الخلايا، هاي الطبقه هي ثيكست لاير، اكثر طبقه اكتف تعطينا بروتين سينثيسيس، تعطينا كيراتين وتونو فيلامنتس. فصار عندنا المميز في شو اكثر شيء؟ في الثيكنس في انتاج البروتين والسبيسز اللي بينهم. وحجمها اكبر من الطبقه اللي قبلها، فكل ما نطلع لفوق حجم الخلايا بيزيد، الماتوريشن بيزيد. هاي من تحت لفوق حجم الخلايا والماتوريشن ثابت، فما في داعي تحفظوها، خلص عرفنا كل ما طلعنا حجم الخلايا بزيد. فالشغلة اللي بتميزها سميناها سباينوزم او بريكل لاير. بريكل او سباينوزم قصدنا فيها الشوكة، انتبهوا هون بالرسمة شو قصدنا فيها الشوكة، ليش صارت هاي الأشواك. هاي الخلايا كانت بالأول نفرض ملتصقة مع بعض، بعدين صار شرينكج. طب حكينا هاي الخلايا مربوطة ببعض في جنكشنز سميناهم ديسموزومز، فمن كل مكان بتنكمش
الا اماكن الجنكشنز بتضلها مربوطه في المكان الخليه المجاوره، فبصير شكلها زي الاشواك اللي طالعه منها. نطلع عليها هون، خلايا كانت كبيره انكمشت، فشو صار عندنا السبيسز اللي حكينا عنها، الخلايا فيها الطبقه هاي فيها سبيسز بين الخلايا وبعض، بس ما انفصلت الديسموزومز، فظلت على شكل اشواك بارزه فسميناها ستراتم سباينوزوم. فالثيكنس الوظيفه برضه بتعطينا بروتينات، شكلها حكيناه، شكل الخلايا، واكثر خلايا بتعطينا بروتينات برضه. نضيف عليها شغله في الجزء العلوي منها، الابر بارت، احنا طالعين من الديب بارت للسيرفيس، الابر بارت تبعها في جرانيولز بنسميهم اودلاند باديز، اسم الثاني كيراتينوسومز. خلينا اليوم بكلمه اودلاند بعدين تحفظوا المرادفات. اودلاند باديز مبدئيا موجوده في اخر الطبقه الثانيه اللي احنا فيها حاليا ستراتوم سباينوزوم، في بدايه الطبقه او في الطبقه الثالثه خلينا نحكي بشكل عام. هاي وظيفتها بتعطينا ليبيدز، بتكون موجودة على سطح الخلايا وبتفرز الليبيدز، فبتسكر المسافة اللي بين الخلايا. احنا حكينا في عندنا سبيسز، معناته بدنا نسكرها عشان يكون بارير يمنع اي شغلة تمر براحة، يعني بين خلال الميكوزا من السوبرفيشال لاير للديب لاير. فمعناته بده يصير عندنا اورجانيلز موجودة على سطح الخلايا بتفرز ليبيدز، بتسكر السبيسز بين الخلايا شوي شوي. فهاي بتبلش تبين في بداية في نهاية الطبقة الثانية اللي هي ستراتوم سباينوزا، واحنا طالعين لفوق في الابر بارت اوف ذيس لاير في ادلت بوديز تعطينا ليبيدز. جينا للطبقة الثالثة، زي ما حكينا الحجم بيزيد واحنا طالعين لفوق، لارجر فلاتر وايدر من سباينس سيلز اللي في الطبقة اللي قبلها، less intercellular spaces. ليش؟ لانه موجود ادلت بوديز بلشوا يفرزوا الليبيد ويسكروا المسافة بين الخلايا. شوف كيف شكلها عريض جدا، اعرض من اللي قبلها بس اكبر برضه. هون الخلايا الانويه اللي جواها بلشت تتحرر عشان تختفي في الطبقه الاخيره. شوف كيف شكل الخلايا بيختلف، والماتوريشن بيزيد والديفرنشيشن بيزيد واحنا طالعين من الديب سلاير لفوق. هون زي ما حكينا النواه بلشت تتحلل. ليش سميناها جرانيولر؟ فيها الجرانيولز اللي حكينا عنها قبل شوي، الاودلاند باديز اللي بتعطينا ليبيدز، بس الشيء اللي بيميزها سبب تسميتها هو هاي اسمها كيراتو هاي لاين جرانيولز. شو وظيفتها؟ جايين فيها كمان تكمل لإفراز البروتينات. فهي الجرانيولز اللي حكينا عنه بهاي اللي أول واحد اللي بيميز الشيء الرئيسي الكيراتو هاي لاين جرانيولز، بعدين بدرجة أقل أو يعني أهمية أقل بهاي الطبقة الأودلاند باديز، أهمية من ناحية إنه نميزها عن غيرها مش إنه من ناحية الفانكشن. فبتفرز، خلينا نحكي ملخص الكيراتو هاي لاين جرانيولز، هي بتميز الكيراتيناز عن الكيراتيناز لأنها بتعطينا ground substance، تعطينا بروتينات بتكون زي التخت أو السرير اللي بتنغمس فيه التونو فيلامنتس، بتبطل disperse بتصير على شكل bundles. فشو اللي بيميزن للكيراتينايز؟ ليش بتصير الكيراتينايز epithelium التونو فيلامنتس فيه على شكل bundles مش disperse؟ هو بمساعدة الكيراتو هايلاينز. طب في النون كيراتينايز ما عندنا كيراتو هايلاين جرانيونز؟ لا عندنا، بس ما بتلعب دور في تكوين البندلز. فبيحكوا عنها الكيراتو هايلاينز في الكيراتينايز اسوشيتد وذ تونو فيلامنتس، في النون كيراتينايز عندنا كيراتو هايلاين وعندنا تونو فيلامنتس، بس اثنين مش مرتبطين في بعض مع بعض، ففي النون كيراتينايز بتكون نون اسوشيتد وذ تونو فيلامنتس. فالكيراتو هايلاين ميزتها انها بتكون اسوشيتد، موجوده بالجهتين، هون بدرجه اكبر بتكون اسوشيتد، هاي الميزه الاكبر. قبل شوي كنت احكي لكم انها مش موجوده هناك، بس هي موجودة، بس الفانكشن تبعها مش زي هون، ما بتعطينا الفانكشن. هاي الأودلاند باديز اللي حكينا موجودة برضو في الطبقة اللي قبلها، تكرار موجودة السوبرفيشال في الطبقة اللي قبلها البريكل سيلير أو سباينوزم، وهون موجودة في اللور جرانيولار سيلير. وظيفتها بتعطينا برا الخلايا ليبيدز، فبصير عندنا بارير بمنع حركة الأكوس substances through intercellular space. هون تكرار للأشي اللي حكيناه، هون ما فيش جديد. كيف الـ changes بتصير في الـ granular layer؟ عندنا الـ كيراتو هاي لاين بيحكي عنها، الـ odland bodies ما فيش كتير. وفي شغلة إضافية هون مثلا كاتب، من كل الحكي اللي هون مطلوب إنه نعرف إنه المسافات بين الخلايا بتسكر وجدران الخلايا نفسها بيزيد سمكها وإحنا طالعين لفوق. اوكي نيجي، احنا حكينا عنا نوعين لحد الان، احنا في الطبقه الثالثه ما طلعنا.
ولحد الان احنا بنحكي في الكيراتينايز. بلشنا بدنا نحكي، حكينا في نوع اسمه اورثو كيراتينايز بصير في الكيراتينايزيشن اكثر، وفي نوع اقل اسمه بنسميه بارا كيراتينايز. الاختلاف بين الاورثو والبارا كيراتينايز هو في الطبقه الثالثه والرابعه، هيك بنحكي بشكل مبسط. في الطبقه الثالثه اللي هي خلصناها حاليا جرانيولار لاير او ستراتوم جرانيولوزم، في الاورثو كيراتينايز بتكون مور بروميننت اوضح، في البارا كيراتينايز اقل وضوح. بعد شوي هنحكي في الطبقه الرابعه الاورثوكيراتينايز، الانويه تبعت الخلايا بتختفي كليا، في البارا كيراتينايز بضل فيها شوي، مش لدرجه النان كيراتينايز، فيها شويه انويه بس مش زي النان كيراتينايز، اغلب الانويه بتكون موجوده هناك، هون فيها بقايا انويه. فالاختلاف بين الاورثو والبارا كيراتينايز في الطبقه الثالثه والرابعه. نيجي للطبقه الرابعه اللي هي توب موست لاير موست سوبرفيشال الفاينل ستيج اوف ماتوريشن، خلص وصلنا عندنا سكويمس ان شيب، الخلايا صارت فلات على الاخر، صارت سكويمس ما فيها لا انويه ولا اورجانيلز بشكل عام، خلينا نحكي هيك ما عدا شويه استثناءات. بتكون سكويمس ان شيل، ممكن شيب ممكن توصل ل 20 طبقه 20 خليه فوق بعض، وحجمها اكبر من الخلايا اللي تحتها. فيها اهم مميزه فقط للاورجانيلز والخلايا، عندنا كيراتين متكون وخلص. الديسموزومز حكينا هاي الطبقه بده يصير فيها ديسكوميشن او شيدنج، شو يعني؟ معناته الديسموزومز هون بلشت تتساقط، سوري الديسموزومز ويك، في الخلايا بلشت تتساقط، الجنكشنز اللي بين الخلايا ويك. هاي شيدنج هاي اهم مميزه في الكيراتينايز. وعندنا ميكانيكال بروتكشن من الاحتكاك، هاي بس اعاده للي حكيناه قبل شوي. الباراكيراتينايز والاورثوكيراتينايز هاي بالرسمي، الاورثوكيراتينايز ما فيها اورجانيلز ولا نيوكلياي، الباراكيراتينايز فيها شوي سام نيوكلياي ار ريتيند، وفيها سام اورجانيلز بس مش زي النان كيراتينايز. هيك خلصنا كل شيء عن الكيراتينايز. النان كيراتينايز اسهل بكثير من الكيراتينايز. هاي رسمة بتورجينا الفرق بين الأورثو على اليسار والباراكيراتينايز على اليمين. ما دامهم اثنين كيراتينايز معناته في عندنا 4 طبقات، معناته الثيكنس تبعهم أقل من غيرهم من النان كيراتينايز، معناته عندنا شيدنج في السيرفس يعني في كيراتينايزيشن في الجهتين، ومعناته الريتي ريدجز برضه ديب في الجهتين لأنه اثنين يعتبروا كيراتينايز. شوف الفرق هون، عندنا جرانيولار لاير واضحة في الأورثو، أقل وضوح في البارا، والطبقة السطحية عديمة الخلايا الأنوية والأورجانيلز في الأورثو، في الباراكيراتينايز فيها شوية. بضل أعيد وأزيد لأنه هذا الحكي راح يريحنا بعدين بالعملي، بالعملي هذا الحكي إذا فهمتوه خلص خلص الموضوع، بتصيروا أنتوا لحالكم تميزوا الأنسجة عن بعض. طب في شغلة برضه هون لازم نشوفها، شوفوا هون عندنا طبقة الإبيثيليوم، بعدين تحتها البيسمنت ميمبرين، بعدين هاي اللامينا بروبريا جزئين، واحد متداخل واحد تحت أفقي الفايبرز، بعدين عندنا على طول بون، معناته السب ميوكوزا ميسنج، معناته هاي ايش نسميها ميوكوبيريوستيوم، مش مهم كثير بس اعرف انه مرات بيكون السب ميوكوزا ميسنج. هاي الشكل اللي حكينا عنه، الطبقات بيزل كبرت واحنا طالعين، هون النواة بلشت تختفي، هون التونر فيلمنت زادت والكيراتينيزيشن صارت في الطبقة الأخيرة، هاي اللي هي سميناها سباينوزم، هاي الجرانيولر أو جرانيولوزم، ما في شيء جديد، تكرار لنفس الموضوع، هون برضه ما في شيء جديد، وانتم بتدرسوا خلص مجرد ما فهمتوا رسمه من هالرسمات بكون مش الحال. هون بورجيكم كيف الديسكواميشن بلش يصير، كيف الخلايا الجنكشنز اللي بينها برضه بلشت صارت ضعيفه، صار عندنا تساقط للخلايا السطحيه. هون جينا للنان كيراتينايز، اغلب الحكي برضه اللي بسلايد هون حكيناه، بتكون نان كيراتينايز ليش؟ الطبقه الخارجيه شوفوا هون مش موجوده طبقه الكيراتينايز، فهي ليس ديفلوبت وفيها ليس ديفلوبت وديسبيرس تونو فيلامنتس، اللي بيختلف عنها فيها يعني خلايا فيها مكونات الكيراتينايز بس ليس ديفلوبت وديسبيرس، ما عندها الكيراتو هاي لاين، او خلينا نحكي بعد شوي مش راح نحكي لاك اوف كيراتو هاي لاين، ممكن نعدلها نحكي انها الكيراتو هاي لاين جرانيولز موجوده بس ليس اسوشيتد او not associated مع التونو فيلامنتس، ما بتكون لنا البندلز. هاي بنقسمها لثلاث اجزاء مش اربعه، من تحت لفوق كمان مره، بيزل انترميديات من اسمها وسوبرفيشال، باللاتيني ستراتم بيزل ستراتم انترميديوم ستراتم سوبرفيشال، اسميها اسهل من اللي قبلها لانه منطقيه، واحده بيز واحده في الوسط واحده سوبرفيشال.
فيها هاي بيرميابيليتي مقارنة بالكيراتينايزد لاير، ما عندنا الجرانيولز والخاصة الاودلاند باديز اللي بتكون الليبيد اللي بين الخلايا. نيجي على الطبقة الأولى، شوفوا كيف على السكشن بيزل لاير. الطبقة الوسطى مش مميزة كثير لطبقتين، في ناس بيقسموها لطبقتين بس هون خلينا نعتبرها انترميديت لاير. الطبقة السطحية فيها أنوية واضحة. فإحنا بالطبقة الأولى البيزل أو الستراتوم بيزل تشبه اللي في الكيراتيناز مع اختلافين، هون كاتبين اونلي ديفرنس بس بدنا نحكي عن اثنين، واحد اوريدي حكيناه تونو فيلامنتس ليس ديفلوب ديسبيرس، الاختلاف الثاني حجمها اكبر من الكيراتيناز. خلصنا الستاتم انترميديوم تفرق فيها جلايكوجين، هون الكيراتوهايلين جرانيولز ار رير بس شوي فيزبل، قبل شوي حكينا مش موجودين خلينا نحكي نصلحها نحكي رير، بس الاهم انها نوت اسوشيتد وذ تونو فيلامنتس، ما بتجمع التونو فيلامنتس زي ما حكينا بتضبها على شكل بندلز، معناته بتصير التونو فيلامنتس ديسبيرس. كل طبقه بدنا نعيد نفس الجمله، تونو فيلامنتس ار ديسبيرس. ستراتوم سوبرفيشال الطبقه الخارجيه فيها ديسبيرس كمان مره تونو فيلامنتس بس نيوكلياي موجوده، بما انها لساتها نوعا ما عايشه او عايشه فبتكون فليكسيبل فبتتحمل الكومبريشن والديستنشن الانتفاخ. فصح انه ما عندها القدره على التساقط هاي الخلايا بكثافه، يعني فيها تساقط بس مش زي الكيراتيناز لاير، او الشغله مش بالتساقط بالفيلمنت خلينا نحكي انسونا من التساقط، بس عندها قدره ثانيه على البروتكشن انه فيها قدره على الكومبريشن لانها مور الاستيك وفلكسيبل. مقارنه بالطبقات اللي قبلها بتكون مور فلات، كل ما طلعنا للسطح بتكون فلاتر. هاي كمان مره شوفوا هاي مقارنه كيف التداخل بين الابيثيليوم والكونكتيف تيشو اللي تحتها اقل، الريتريجز مش واضحين، وشوف الطبقه الثانيه اعتبرناها طبقه واحده، والطبقه الثالثه انويتها لسه سليمه وفيها فلكسبيليتي، وهون عندنا سب ميوكوزا، هون مثلا بين فاتي تحتها في مصل. كل الرسمات تكون انه ارجيكم بون، هون شوفوا كيف انه ممكن يكون تحتها مصل مثلا في التشيك، ندخل في الاورال ميوكوزا على طول في تحتها بيكون عندنا ماسلز الباكسينيتور. في الليب نفس الشيء، راح نحكي عن الماسلز هاي في الدرس الجاي. هون النان كيراتيناز مقسمينه لأربعة، هون البريكل سيل لاير اعتبروها جزء من الانترميديت لاير، هون ما تقسموها لأربعة، تختلف حسب الكتب حسب المصادر، احنا قسمناها لثلاث أجزاء. خلصنا الجزء الأطول ونوعا ما بخربش بالدرس، الجزء الجاي سهل جدا. خلصنا الكيراتينايز والنان كيراتينايز اللي هم اثنين كانوا كيراتينوسايتس، او حددنا انه اللي بيلعب دور فيهم كان الكيراتينوسايتس. هلا نفسهم فيهم نان كيراتينوسايتس، خلايا ما عندها قدره على افراز الكيراتين، معناته ما في تونو فيلامنتس، معناته عندنا ما في دسموزومز. ربطنا الكيراتين بالتونو فيلامنتس بالدسموزومز، اذا واحده فيهم مش موجوده المنطقيا الثلاث مش موجودين. هم اربع خلايا حنحكي عنهم، في استثناء وحيد واحده منهم الميركل سيلز فيها شويه ديسموزومز، فيها ديسموزوم موجوده. طب اماكنها بتكون مبعثره بين الخلايا اللي حكينا عنهم قبل شوي، مش حكينا عن اربع طبقات او ثلاث طبقات حسب نوع الميكوزا، هاي الخلايا منتشره بين الطبقات اللي سميناها كيراتينوسايتس بين الخلايا. طب هاي بتكون النواه فيها منكمشه فبتبين تحت الميكروسكوب كانها نواه صغيره حواليها هالة، فبنسميها كلير هالو ابيرنس، ونقدرش نصبغها في المختبر في الاتش اند اي ستينز كالعاده، كل واحد منهم لها ستينز بتميزها، انا ما دخلت بتفاصيل الستينز بس اعرفوا انها تحضيرها مختلف عشان نشوفها لازم نوع مختلف من الستينز. برضو اختلاف عن الطبقات او الخلايا اللي حكيناها قبل هيك، ما عندها القدره على انقسام ولا ماتشوريشن ولا ديسكوميشن التساقط ولا السبيشاليزيشن ولا الديفيجن، يعني مش هي اصلا هايلي سبيشالايزد سيلز بس ما عندها القدره على يصير لها ماتشوريشن. هاي الرسمه ما فيها شيء بتحكي عن الوظائف وعن انواع الخلايا، انسوكم من هاي السلايد بس اعرف انها 10%. روح على التفاصيل اللي بعدها، بلشنا بالميلانوسايت، هايها مرسوم عندنا نحكي عن هذا الرسم جوا كيراتينايز ابيثيليوم، هاي الطبقات الاربعه 1 2 3 4، هاي الكيراتينايز لاير سوبرفيشال، واحنا هون بنطلع على البيزل لاير، معناته تحتها في بيسمنت ميمبرين، مكان الميلانوسايت بين خلايا البيزل لاير في الابيثيليوم، يعني في اخر الابيثيليوم مش في اخر الكونكتيف تيشو، هي خلايا موجوده جوا الابيثيليوم في عند البيسمنت ميمبرين. طب كيف شكلها؟ سمول بادي طالع منها لونج بروسيسز، فهي عندها امتدادات طالعه جوا خلايا الابيثيليوم، هاي كاتبينكم هون
كل واحدة من هاي الخلايا ممكن تكون عاملة كونتاكت مع 40 خلية. ليش؟ لأنه في امتدادات طالعة منها. طب وظيفتها هاي بتعرفوها، ميلانوسايت بتعطي ميلانين، هو اللي بعطي اللون في السكين أو في الميوكوزا، وبتختلف نسبة إفراز الميلانين من شخص لشخص أو من عرق لعرق. فحالات طبيعية جدا بتكون لون الميوكوزا مختلف من شخص لآخر، فعندنا شوية فاريشنز بتكون كلها نورمال. عرفنا مكانها وشكلها، مصدرها النيورال كريست، وهي فيها اورجانيلز بنسميهم ميلانوسومز. طب ميلانوسومز شو وظيفتهم؟ هي اللي بتعطينا الميلانين، فعندنا ميلانوسايت جواها ميلانوسوم، والميلانوسوم بعطي الميلانين الصبغة. ممكن تنتقل الميلانوسايت او سوري الميلانوسومز خلال البروسيسز اللي طالعة من الميلانوسايت للخلايا المجاورة. وظائف الميلانين بتعطينا بروتكشن من اليو في لايت، الأشعة فوق البنفسجية خاصة بالجلد، وتعطينا مقاومة للاحتكاك، في لها انتي باكتيريال فانكشن. إذا زادت نسبة الميلانين عن حدها، في عندنا ميلانوفيجز أو ماكروفيجز ممكن تصرف لنا الميلانين من المكان، يعني تسوي له فاجوسايتوس. طب درجة البيجمنتيشن شو بتتأثر؟ مبدئيا اعرفوا انه مش عدد الميلانوسايتس هو اللي بيحدد نسبة او درجة التصبغ. عدد الميلانوسايتس تقريبا ثابت باختلاف العرق، بس الاختلاف بصير بالسايز والديجري اوف برانشنج في الميلانوسايتس. بعدين نيجي على الاورجانيلز اللي جواها، برضه السايز تبعها ممكن يختلف. نطلع على العدد للاورجانيلز الميلانوسومز، مش عدد الميلانوسايتس، عدد الميلانوسومز اللي جوا الميلانوسايت، وقدرتها على إنتاج الميلانين برضو بتختلف. بعدين عندنا هي حكيت الديجري اوف ميلانايزيشن، بعدين الديجراديشن، نسبة أو درجة الديجراديشن في المنطقة بتأثر على درجة التصبغ. فالتصبغ بيعتمد على حجم الخلايا، حجم وعدد العضيات اللي جواها، قدرتها ونسبة إفرازها للميلانين، وكمان درجة الديجريديشن تبعت الميلانين. نجي نطلع هاي فاريشن طبيعي حسب العرق ممكن يختلف. شوفوا كيف التصبغ في الجنجيفا غير عن الميوكوزا، وكيف التصبغ من شخص لشخص ممكن يختلف. فعندنا ريشال بيجمنتيشن في الدارك سكيند انديفيدجوالز، بتكون الجنجيفا والباقه الميوكوزا والهارد بالات والتانك بتكون مبينه، في غامق، بتكون عندهم هاي اكتيفيتي اوف ميلانوسايتس، وعندنا هاي نمبر اوف مايكروفيجز او ميلانوفيجز. هاي حكيناها number of melanocytes almost constant, the difference في الactivity of the size. نيجي لنوع الثاني من الخلايا non-keratinocytes اللي هو اسمه Langerhans. بس نحكي لكم antigen presenting cells، خلاص عرفتوا الفانكشن. مبدئيا هي بتشبه الخلايا اللي قبلها من حيث انه البادي صغير وطالع منها processes، فهي dendritic يعني شو جايري. فتتذكروا حكينا قبل هيك دندريتك انتيجين بريزنتنج سيلز، هون نفس الشيء بينطبق عليها، دندريتك شجيري طالع منها بروسيسز، مكانها هون موجود اباف البيزل لاير. فانتوا تخيلوا شكل الرسمي هاي، تعرفوا شكلها، تعرفوا مكانها، مصدرها البون مارو، هذا هو اللي بهمنا. تلعب دور في المناعه، كيف ما دام هي انتيجين بريزنتنج سيلز معناته لها ميونولوجيك فانكشن، تسوي انجستشن للبكتيريا او اي فورين بودي، او بتاخده بتنقله لاقرب ليمف نود، بتحفز حركه الليمفوسايت وبتبلش رد الفعل المناعي. فهون لاقت جسم غريب، على طول اخذته وعملت انتيجين بريزنتنج للليمف نودز القريبه، وجواها جرانيولز، بس اعرفوا اسمها ما بيهمنا شيء ثاني، اسمها بيربك جرانيولز، بتكون رود شيد. وفي المختبر راح نورجيكم شكلها في سلايدات تحت الميكروسكوب. بعدين الميركل سيلز نان دندريتك، مش شجيري، ما طالع، مش طالع منها بروسيسز، بس بتشبه الخليه الاولى اللي حكينا عنها الميلانوسايت من حيث المكان، برضه موجوده على البيزل لاير، بين خلايا البيزل لاير. مصدرها برضه النيورال كريست، موجوده قرب النيرف فايبر زي ما انتم شايفين هون نهايه نيرف فايبر، وهي لها وظيفه كريسبتور او سنسور ريسبتور، وموجوده اكثر شيء في الماستيكتري ميوكوزا، برضه ممكن نحكي عنها بالدرس الجاي. الخليه الثالثه ما في حكي عليها، lymphocytes inflammatory cells mostly بتكون lymphocytes، وعندنا احيانا neutrophils و mast cells، بس احنا بنركز على lymphocytes لانها اكثر شيء عدد موجود ولها immunologic function. خلاص يعني ما راح ندخل تفاصيله.
الحكي اللي حكيته عن النان كيراتينوسايتس لاربع خلايا مع موجودين التعليمات بهذا الجدول. هاي فهذا الجدول بلخص يعني، تذكروا الرسمات بتطلعوا الجدول لحالكم. من ناحية تونو فيلامنتس، ومن ناحية حكينا انه هدول ما فيهم تونو فيلامنتس، ما فيهم ديسموزومز، بس الاختلاف عندنا الاستثناء الوحيد الميركل سيلز فيها ليتل تونو فيلامنتس وديسموزومز. ومن ناحية حكينا الميتوسيس ما فيهم، من ناحية الماتوريشن ما فيهم، يعني ميزناهم عن الكيراتينوسايتس. واكبر مميز انه ما فيهم قدره على الكيراتين، كيراتين ما عدا استثناء بسيط في الميركل سيلز. مكانهم مكتوب عرفناه، الكونتنت كلهم فيهم نوعا ما جرانيولز، واحد فيها ميلانين، واحد فيها البيربك اللي حكينا عنها، واحد بدها واحد وظيفه الميركل سيلز تلعب دور في الترانسميشن، يعني لها تلعب دور كريسبتور، فمعناته بده يكون فيها نيورو ترانسميترز. والانفلاماتوري سيلز ما بدنا نحكي عنها كثير، مصدرهم بون مارو نيورال كريست، كيراتينوسايتس، مون بارو، يعني كل واحد بس اعرفه معرفة. خلصنا الابيثيليوم بخلايا الكيراتينوسايتس والنان كيراتينوسايتس باجزائه كله، نيجي للجزء الاسهل كونكتيف تيشيو اللامينا بروبريا بعدها السب ميكوزا. طب كونكتيف تيشيو مكوناتها حكيناها اكثر من مره، عندنا بده يكون سيلولار بارت خلايا زي الفايبروبلاس اميون سيلز، لانه برضه هاي الكونكتيف تيشيو فيها فايبرز وفيها الاكسترا سيلولار بارت اللي فيه مثلا بيكون فايبرس ونون فايبرس، فيها جراوند سبستانس، فيها فايبرس زي الكولاجين، وفي عندنا بلاد سيلز ونيرفز وجلاند زي اي كونكتيف تيشو. طيب الفانكشن الرئيسي بتلعب دور في الميكانيكال سبورت والنيوتريشن والبيرسبشن، فهي وظيفتها الرئيسيه انها بتدعم الابيثيليال اللي فوقها، الابيثيليال تيشو اللي فوقها، فبتسوي ميكانيكال سبورت ونيوتريشن للي فوقها. قسمناها لجزئين حكينا عنه بشكل مبسط، هاي بالرسمة شوفوا الجزء الأول المتداخل جوا الإبيثيليوم بكون أكثر وضوح في الكيراتينايز، هذا بنسميه البابيلا كونكتيف تيشو بابيلا، اسم الطبقة هاي ككل تبعت الكونكتيف تيشو اسمها سوبرفيشال بابيلاري لاير، لأن فيها بابيلا وهي الطبقة السطحية، معناته اللي تحتها شو ديب بدها تكون ريتيكولار. ليش سميناها ريتيكولار؟ لأنه الكولاجين باندلز فيها كثيفة وعلى شكل أفقي وثيك، فميزناها من اسمها بنعرف مكانها وشكلها. السوبرفيشال بابيلاري السطحية الفايبرز فيها لوس، لوس لارينجد وثين، فبتكون مرتبطة مع الطبقة اللي فوقها مع البيسمنت ميمبرين اللي هو الابيثيليوم، بفصلها عن الابيثيليوم البيسمنت ميمبرين. بتطلع الطبقة السفلية هو الثيك بارلل باندلز اوف كولاجين، بتكون دنس عشان هيك وكلوزلي باك، فبتعمل سبورت للطبقه اللي فوقها. فانتو تخيل هدول الطبقتين كانه زي جيلي، لما نهزوا هاي الطبقه مع الابيثيليوم اللي فوقها ممكن تتحرك، هاي الطبقه شوي ثابته بتثبت بتعمل سبورت للطبقات اللي فوقها. جينا للبيسمنت ميمبرين اللي بيفصل بين الابيثيليوم واللامينا بروبريا اللي حكينا عنهم الجهتين. البيسمنت ميمبرين مرات بسموه بيزل لامينا، نفس الشيء، هو بفصل بين البيسمنت بين الابيثيليوم والكونكتيف تيشيو، له تو زونز ببينوا خصوصا تحت الالكترون مايكروسكوب، واحد اللي فوق بنسميها لامينا لوسيدا والثاني لامينا دنسا. ما دخلنا بتفاصيلهم كثير لانه احنا بهمنا اكثر شيء الابيثيليوم والكونكتيف تيشيو. حكينا عنها في بيسمنت، هو البيسمنت ممبرين بربطه مع الابيثيليوم اللي فوقه بالهيمي ديسموزومز. طب شو وظائفه؟ بيعمل اورينتيشن لللوكيشن والموفمنت تبعت الابيثيليوم، هو اللي بيساعدنا على تحديد شكل الابيثيليوم. بعدين في بيعمل الاستيك سبورت، دعم من ناحيه الالاستيسيتي للابيثيليوم، وبيعمل كبارير فلتر، وبيعمل ديفيوجن فلتريشن بارير بين الابيثيليوم والطبقات اللي تحته. فعندنا الابيثيليوم نفسه بفلتر والبيسمنت ميمبرين برضه بيلعب دور في الفلتر. من ناحيه الدبث حكينا شو بيختلفوا في الكيراتينايز والنان كيراتينايز. طب شو بفيدنا في الكيراتينايز لما يصير التداخل في الريتريجز اكثر جوا الكونكتيف تيشو؟ ديستريبيوشن اوف فورسز بيعمل سبورت لانه متداخل اكثر، بعطينا مور ميتابوليك اكستشينج لما يزيد السيرفيس اريا. وهون بحكي لكم انه نفسه اللي هو سميناه ابيثيريال كونكتيف تيشو انترفيس قصدنا فيه البيسمنت ميمبرين، بسموه بيسمنت ميمبرين كوصف تحت اللايت مايكروسكوب او تحت الالكترون مايكروسكوب بسموه بيزل لامينا. انا ما بهمنا الحكي، بهمني انه اسمه تعرفوه، وظيفته تكون عارفينه، أساميهم عارفينهم الجهتين.
الاي بي سي اللي كونكتيف تيشو انترفيس هو نفسه، شوفوا كيف لما نطلع تحت الالكترون مايكروسكوب هو مش كثير واضح، بس شوفوا الرسم بتكون اوضح. عندنا الفايبرز اللي تحت من الكونكتيف تيشو داخله جوا. طب في الابيثيليال تيشوز شو عندنا؟ عندنا الهيميدوسموزومز، رابط الخلايا البيزل سيل لاير في الممبرين، من تحت الكولاجين فايبرز رابطه فيه، ومن فوق مربوط في الهيميدوسموزومز. دخلنا على الساب ميكوزا كمان مره، هي كونكتيف تيشو فيها محتويات الكونكتيف تيشو، بيكون فيها فات او جلانديولار كونكتيف تيشو، تعتبر بتوفرنا فلكسبيليتي للميوكوزا اللي فوقها كلها باجزائها، سواء كانت كونكتيف تيشو او ابيثيليوم اللي هي سميناها اللامينا بروبريا. بتكون لما تكون ثين معناته الطبقه اللي فوقها الميوكوزا بدها تكون فيرم لاتاتش، لما تكون ثيك بتكون اللي فوقها لوس. فنفس المبدا في السكن، لما تكون الطبقه هاي مثلا او تخيلها كمنظر، لما تكون عندنا فات كثير في المنطقه في السكن بكون السكن لوس بتحرك بسهوله. في الناس الضعاف اللي ما عندهم كثير فات تحت بتكون فيرم لاتاتش وما بتحرك كثير. طبعا شو وظيفتها؟ فيها بلاد فيسلز ونيرفز، بتعمل سبلاي للميوكوزا وبتفصل الميوكوزا، بتعمل سيبريتنج للميوكوزا باجزائها كلها عن البون او المصل اللي تحتها. مره زي ما حكينا بتكون ابسنت في الاتاتش جينجيفا وفي بارتس من الهارد بالات، معناته حكينا اكثر من شغله، الهارد بالات والاتاتش جينجيفا بيكونوا mostly keratinized وبيكونوا بتعرضوا لضغط كبير لأنهم متعرضين للماستيكيشن، فهي بتسميها برضو الماستيكيتري ميوكوزا. فأكثر من شغلة صارت رابطة الجينجيفا بالهارت بلت، ماستيكيتري ميوكوزا keratinized، وهي كمان شغلة مرات بتكون absent الساميوكوزا فيهم. هاي 3 شغلات مثلا إذا بدنا نربط المواضيع في بعض في الامتحان، وامتحان المتين في شغلات ربط مواضيع زي هيك، تجميع أفكار من أكثر من سلايد بنحطهم في موضوع واحد، كله قارئين وكله من سلايدات، بس خلوا أفكاركم مرتبطة ببعض، تقرأوا الجملة في مكان تتذكروا إنه نربطها في الموضوع الثاني. بعدين بحكي لكم إنه الإبيثيليوم التايبس تبعته بتعتمد على extrinsic stimuli وعلى intrinsic stimuli أو properties. الانترنسيك بتكون مربوطة في البيزل لاير، لأنه البيزل لاير هي في الإبيثيليوم هي اللي بتعطي الطبقات الثانية. extrinsic أحد أسبابها إنه ممكن الأندرلاينج لامينا بروبريا بتأثر على التايبس تبعت الإبيثيليوم. ريجيونال فاريشنز حسب، هاي برضو حكيناها كثير، انه حسب الفانكشن معناته مواصفات الابيثيليوم والميوكوزا راح تختلف. فالثيكنس تبع الابيثيليوم احنا بنحكي هون بشكل عام على الميوكوزا والسب ميوكوزا، حسب الفانكشن ومكانها بالاورال كافيتي راح تختلف. خلينا نبلش من فوق لتحت، الثيكنس تبع الابيثيليوم، درجة الكيراتينايزيشن في الابيثيليوم، نتطلع على البيسمنت ممبرين الكومبلكسيتي تبعته بتختلف، بعدين مكونات اللامينا بروبريا والسب ميوكوزا وجودها وعدم وجودها ومكوناتها. فصاروا 5 أجزاء اللي حكيناهم كلهم بيختلفوا من مكان لمكان حسب الفانكشن بالأورال كافيتي. فهاي برضو مقدمة للدرس الجاي، منطقيا كيف صار بإمكاننا نتخيل مثلا الهارد بالات ميوكوزا شو بتختلف عن السوفت بالات، جايين للدرس الجاي. الكلينيكال ابيرنس برضو ممكن يعكس لنا نوع الهيستولوجي اللي تحته، فعندنا مثلا الرابر ابيرنس في الهارد بالت ممكن يعكس لنا انه هاي كيراتينايز، ممكن يعكس لنا انه تتحمل فريكشن، كيف الهيستولوجي تبعها ممكن نكون عارفين انه ما فيها سب ميوكوزا لانها فيرم لاتاتش مش لوس. وبعدين في اختلافات ممكن تصير بسبب امراض مثلا تعكس حالات مرضيه لوكالايز او سيستميك، وهي رسمة ثانية ما إلها داعي لأنها بس بتذكرنا كيف الفرق بالشكل بين الكيراتيناز والنون كيراتيناز حسب الفانكشن. مثلا شوف التداخل هون أكثر، وعندنا هون الكيراتيناز لاير على السيرفس، هاي الرسمة بس برضه نفس الشيء هون، بس إنه الميسنج عندنا السب ميوكوزا، أو لا سوري موجودة شفناها الرسمة قبل هيك، عندنا بعد السب ميوكوزا بيكون بون، هون أورال إبيثيليوم بيسمنت ممبرين كيراتين لاير، ما في شيء جديد. آخر جزء من درس اليوم بنكون خلصنا، وهو انواع الميكوزا حسب المكان، حسب كاتب هون حسب اللوكيشن والفانكشن، بس تحديدا حسب اللوكيشن لانه الفانكشن برضه راح تجينا منطقيا بعدها. ممكن نقسمها لماستيكاتوري ميكوزا معناته بتلعب دور في الماستيكيشن، لايننج اورال ميكوزا بس بتسوي لنا لايننج سبيشالايز فيها شغلات بتميزها عن غيرها. كنسبه وتناسب احنا نحكي كل نسب التصنيفات، كنسبة لايننج أكثر بعدين ماستيكاتر وسبيشالايز، هاي النسب دائما تسألون الأرقام مطلوبة
في هيك حالة كنسبة تناسب مطلوبة، لازم تعرفوها عشان تكونوا عارفين مين الأكثر انتشارا. طيب احنا حكينا اللايننج أغلبها أو كلها تقريبا بتكون نان كيراتينايز، فبدنا نعرف إنه النان كيراتينايز برضو أكثر من الكيراتينايز في الأورال كافيتي. وجوا الكيراتينايز نفسه في عندنا حكينا بارا وأورثو كيراتينايز، هاي مش كاتبها بس برضو بحكيها، البارا كيراتينايز برضو نسبتها أكثر من الأورثو كيراتينايز. الحكي اللي هون مكتوب برضو موجود بعد شوي بالسلايدات، اللايننج وين مكانه؟ موجودة في الشيكس، في الفيستيبيول، في الفلور اوف ذا ماوث، في الفنترال سيرفيس تحت اللسان يعني اوف ذا تانج، في السوفت بالات. ما بتلعب دور في الماستيكيشن، نوت كيراتينايز، نون كيراتينايز. الثاني الماستيكاتوري خاصه بالاتاج جنجيفا والهارد بالات، وممكن بتلعب دور كبير في الماستيكيشن. بعدين عندنا سبيشالايز اللي رح نحكي عنها بعد شوي، هاي اللي حكيناها هارد بالات وجنجيفا كيراتينايز بارشلي، مش كلها ممكن تكون كيراتينايز. جايينكم مثلا على الجنجيفا رح نحكي لكم على اجزاء الجنجيفا من جوا ومن برا. الريتي ريجس حكيناها، اللامينا بروبريا بتكون ثيك، اختلافاتها حسب الفانكشن هاي طبقناها بتكون ملمسها فيرم ورابري، زي الرابر وفيرم ما بتتحرك. في الاماكن اللي بيكون فيها هاي كومبريشن وفليكشن، هاي الماستيكاتري ميكوزا اللي حكينا موستلي بتكون كيراتينايز. بعدين عندنا اللايننج ميكوزا حكينا اماكنهم كلهم، حكينا انها نان كيراتينايز، بتكون موبايل ديستنسبل، فيها حركه وشوي ممكن تنفخ، ما بتكون معرضة لدرجة كبيرة من الفريكشن. واللامينا بروبريا اللي تحتها لوس وفيها إلاستيك فايبرز أكثر. وسبيشالايزد لها 4 أماكن رئيسية، 2 لهم دخل باللسان، الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج، هون عندنا البابيلا واللي فيها التيست بادز عشان هيك بنعتبرها سبيشالايزد. وفي اللينجوال تونسلز معناته لها دخل في الليمف. وعندنا الجنجيفال اتاتشمنت تو تيث، هاي رح نحكي مكان الجنجيفا. احنا عارفين عندنا سالكس، في مكان محدد تحت السالكس بين السن وبين الجنجيفا من جوا مش من برا، بيكون عندنا شيء اسمه جانكشنال ابيثيليوم، هذا نعتبره برضه سبيشالايزد ابيثيليوم، يعني بيختلف شوي عن غيره، مش الجنجيفا من برا. فلما نحكي جنجيفا الاتاتشمنت قصدنا فيها عند الجنجيفا من جوا. والفيرميليون بوردر برضه ممكن نعتبره، البوردر تبع الفيرميليون ممكن نعتبره سبيشالايزد ميوكوزا. وهيك بنكون خلصنا. ما تنسوا إنه هذا بداية الدرس الجاي. أي أسئلة تفضلوا اسألوا، وسلايدات جديدة رجعت نزلتها على المود بالتعديلات البسيطة اللي موجودة فيها. شكرا لاستماعكم، تفضلوا بالأسئلة.